قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الخطاب هنا اختلف فيه. قال بعض العلماء هو خطاب للعرب، من يخاطب هنا؟ العرب. وهذا مثل قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. القول الآخر أن هذا الخطاب موجه لمن؟ للبشرية كلها. لقد جاءكم هذا موجه للبشرية كلها، ويدل لهذا القول ما يأتي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للبشرية كلها جمعاء، فإذا قلنا إنه للبشرية كلها دخلت العرب ضمن البشرية. الدليل الثاني أنه قال من أنفسكم، وهذا فيه إشارة إلى أنه من جنسكم، كما قال تعالى خلقكم من نفس واحدة. ولذا لما أراد، وهو الدليل الثالث، لما أراد العرب قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وهنا قال من أنفسكم. وعلى كل حال لا اختلاف بين القولين، سواء قيل بهذا أو بهذا. قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الخطاب هنا اختلف فيه. قال بعض العلماء هو خطاب للعرب، من يخاطب هنا؟ العرب. وهذا مثل قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وهنا إشكال على هذا القول. هذا الإشكال هو أنه عليه الصلاة والسلام لم يبعث للعرب فقط، وإنما بعث للناس عامة. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد يتذرع بهذا القول أهل الكتاب الذين قالوا بأن محمدا هو رسول الأميين ليس رسولا للجميع. والجواب عن هذا أن توجيه الخطاب للعرب هنا من باب تأكيد النعمة عليهم، فهو تقرير من الله عز وجل بمنته ونعمته على العرب. والفائدة الثانية أن الآيات الأخرى أثبتت أنه رسول للبشرية جمعاء ولا منافع. الفائدة الثالثة أن في هذا تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم وبيانا لرفعة قدره. لما؟ لأنه من العرب، فيكون في هذا تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريف له. لما؟ لأنه من العرب، وهذه منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى المناقب التي وهبها ومنحها عز وجل له.